بقيت بطلة أولمبية يا أمي، أنت خلاص مش محتاجة تشتغلي، أنا هقدر دلوقتي أشتري لك البيت اللي وعدتك بيه. دي كانت أول كلمات قالتها لوسيا مصارعة الإكوادور لأمها بعد فوزها بميدالية فضية في أولمبياد باريس 2024. لوسيا عندها 23 سنة بس، وهي في الأساس من عيلة فقيرة جداً، وكانت بتضطر تنزل تبيع أقلام رصاص في الشارع علشان تقدر تعيش. بنت بسيطة عندها طموح، واللي بتواجهه إنها ما كانتش بتقدر تدفع مصاريف تمرينها. لوسيا بالميدالية اللي خدتها بقت أول سيدة في تاريخ الإكوادور تجيب ميدالية في لعبة المصارعة في الأولمبياد، والميدالية التامنة للإكوادور في العموم. قصة كفاح عظيمة، شابة مجتهدة قدرت تكسر حاجز الفقر والظروف الصعبة وتكمل في حلمها وتوصل لقمة المجد. لوسيا لما كانت بتدخل أي بطولة بيتعمل لها ألف حساب، وكانت دايماً عينيها على الذهب أو الذهب محجوز ليها. وبالمناسبة هي جت مصر في 2023 في بطولة إبراهيم مصطفى واللي اتعملت في اسكندرية وخدت فيها الذهب. مشهد احتفال لوسيا مع والدتها واحد من المشاهد اللي بيقشعر ليها الأبدان وهيذكرها التاريخ. إنك تكلم أسرتك اللي مش لاقيين بيت يسكنوا فيه تطمنهم إنك بكفاحك هتشتريه، ده شيء جميل. لوسيا بطلة لأنها بتصارع منافسها، وكانت كمان بتصارع الفقر وقلة الحيلة. تحية للبطلة لوسيا.